تأمل في حال داود عليه السلام ومن معه من المؤمنين لما برزوا لجالوت وجنوده أمام ذلك الحشد من الأعداء، العدد والعدد الجبابرة، قالوا أي عباد الله المؤمنين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أمام هذا الجحفل من الأعداء، أمام هذا الجحفل من الطغاة، يدعو المؤمنون ربهم ويلجؤون إليه في الشدائد، والله إذا دعاه المضطر لا يخيبه. أفرغ علينا صبرا، إفراغ الشيء على الشيء يدل على تعميمه به، ولذلك فإنهم لم يقولوا ارزقنا صبرا ونحو ذلك، وإنما قالوا أفرغ علينا، لأنهم يحتاجون الصبر الآن، يحتاجون صبرا عظيما. أفرغ علينا صبرا، الإفراغ صب الشيء الكثير، الإفراغ أفرغ علينا من أعلى إلى أسفل، إنزال، تعميم، شمول، كثرة، أفرغ علينا، فقه في الدعاء. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسن الدعاء والترتيب الجيد فيه، سألوا أولا الصبر الذي يعم القلب والبدن، أفرغ علينا، ثم ثبات القدم المترتب على الصبر، وثبت أقدامنا، فسألوا التثبيت الظاهر والباطن، ثم النصر المترتب عليهما، والنصر لا ينال إلا مع الصبر، والصبر مجلبة للمعونة. فتأمل الترتيب في هذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا ينزل في القلب، وثبت أقدامنا نتيجة الصبر في القلب، وانصرنا على القوم الكافرين، ثبات القلب وثبات البدن هو المهيئ للنصر. ولذلك سألوا ربهم هذا السؤال وجعلوا فيه هذا الترتيب. لم يغر ملك سليمان سليمان عليه السلام، وإنما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. رب اغفر لي، تأمل كيف حاجتهم إلى المغفرة وهم الأنبياء يسألون ربهم المغفرة وكأنهم أجرموا وأذنبوا الذنوب العظيمة، يسألون مغفرة ورحمة. إنها حاجة المؤمن إلى مغفرة ربه عز وجل، إنه إظهار الافتقار للواحد القهار.